فعلا الايديولوجيا شيء مهم جدا. لماذا؟ لان الايديولوجيا الايديولوجي اتاشي ان مود دو في، الايديولوجيا مرتبطه بنمط حياه. الايديولوجيا عندما تكون تعيش في وطن ولديك نمط حياه عائلي لانت تظن بلي هذا هو النمط، ماشي تظن، ترى بلي هذا هو النمط الحياه الطبيعي والعادي، وفي هذا الوطن تاتي ايديولوجيا اخرى معاكسه لنمط حياتك تتغلب عليك، نمط حياتك يتغير بطريقه اخرى. انا ما عنديش مشكل مع لي كوبل في لابلاج، كيجي واحد يقول لي لي كوبل في لابلاج ممنوع، انا ما نفهموش، ولكن ولكن في النهايه الذين يناقشون هذه القضايا. انت ما خليتنيش نخلص، خليني نخلص. تفضل خليني نخلص. انا اللي جبتها لك يعني في مثال تقدر بتات ربما تعتبره مثال، لا ادري كيف سوف تعتبره ولا ادري كيف متتبعين الحصه سوف يعتبرونه، لكن الايديولوجيا شيء مهم جدا لانه مرتبط بنمط الحياه. يجب ان نتفق في هذا الوطن، في هذا البلد، في هذه المعموره، لا يجب ان نتفق على نمط حياه وين يكون فيه احترام كبير ولا نقاش في هذا في الحريات الفرديه. نحن في الجزائر هذه حقيقه، هذا البلد ليس النظام، وانا لا اتكلم عن مره في حياتي لا اتكلم عن النظام، اتكلم عن الشعب. الشعب الجزائري لا يحترم الحريات الفرديه. لماذا؟ لانه هكا تربى، هكا رباوه النظام الجزائري، لعب على هذا الوتر، وهذا يخلق بلوكاج ما بين الناس في الاحياء. لا نتكلم درك على الوزارات والمشاكل السياسيه، في الاحياء يوجد تيارات مختلفه، في الاحياء يوجد ناس يحبوا يعيشوا بطريقه وناس خلاف يحبوا يعيشوا بطريقه اخرى. يجب حل هذا المشكل، يجب ان نقنع الجزائريين، نقنع الجزائريين ونفهم الجزائريين ان طالما الشخص الفلاني لا يؤذيك في حياتك، لا دخل لك هو كيف يعيش فقط، وشكرا.